الهندي من عندهم هو مغالي ماشي من عندنا حنايا. احنا غدراوي وعايشين آلز وحمدنا كيربي وشكرنا. هذا داير 7 دراهم 6 دراهم 5 دراهم القليلة 4 دراهم اللي هي صغيرة. انا ما قدرش دابا ناكل كرموسة ما قدرش ناكلها حين دايره 4 دراهم 5 دراهم وما عنديش باش غير ناكلها. ولكن بغى الله ناكلها انه علاش الحمد لله والشكر لله. الا الدنيا غلات زدتي في كل شيء، زدتي في العدس، زدتي في رايبي، زدتي في الحليب، زدتي في اي حاجه. الا الهندي ماشي مشكل، كيبقى انت خاصك تجيبه وترخصه ماشي تزيد فيه. ولذا الله راه هي اللي كاينه وحنايا خلاها واحد احتراماتنا. ايوا الهندي ولا مابقاش هندي ولا تبع عمار فلوس العاقب ولا بحال الذهب اكثر من الذهب. البوبري ما يقدرش ياكل هندي، ما يقدرش ياكل حتى كرموسه. شكون اللي مسؤول على الغلاء الا هما؟ الا انت اللي كتصدر تجيب كرموس. هنا الكرموس فين كاين بعدا؟ باقي عندنا شي كرموس حنا في المغرب؟ راه ما كاينش كرموس هنا. كيتباع بالثمن مقاع الصحراء، كيتباع بالثمن. والشعب كيفاش غيدير مسكين؟ كيفاش غيدير هذا الشعب مسكين؟ هاد المسؤولين خليهم هاد المسؤولين خليهم عند الله سبحانه وتعالى. حتى عند الله يكون الخلاص. هاد المسؤولين هما اللي مسيرين الطريق، هما اللي مسيرين البلاد، هما اللي خايبين، هما اللي بزاف الحوايج. هنايا ما بقى عندنا والو. هنا حنا ولينا ماشي داخل، ولا بحال قلتي خارج المغرب ماشي داخل المغرب. Thank you.